براحتك يا حلو وانت مين قدك الفرحة باينة في عينيك ومنورة خدك يا رب عوض على اللي اتحرم وديه وخلي حلمه حقيقة يصبح في يوم يلاقيه وما تسيبوش للزمن يقسى ويكره فيه اللي منك منك وانت منه يا عم الشكل هو هو الدم هو الدم اللي منك منك وانت منه يا عم الشكل هو هو والدم هو الدم كن متملك تدعي له تدعي له احسن من الامه بتديله تديله كن متملك تدعي له الدوار اللي حصلت فيه الجريمة ده أيوه. كان عليه نزاع من زمان بيننا وبين عيلة أبو حديدة الدوار ده ملكنا احنا بالورق لكن هم واخدينه وضع يد كبرت في دماغ ولدي عبد الصمد أيوه. وقال أنا حقعد في الدوار ده واللي يعرف يخرجني يفرجني هذا اللي يعرف يخرجني يضربشني ايه يخرجني يفرجني حلو قوي
عيلة أبو حديدة اتلموا وهجموا على الدوار. أيوة. وهب قامت العركة. أوبا. أمال إيه؟ أما بعد ما قال اللي يعرف ضربتني ضربتني. وقع فيها حنجل أبو حديدة قتيل على يد مين؟ ولدي عبد الصمد. ولدك عبد الصمد اللي هو اللي قالك اللي يعرف زغلطني ضربتني. اللي يعرف يخرجني يفرجني. ماشي أيوة. قدامي ايوه بقى مين البطل الجديد قدام 20 نفر من عيلة ابو حديدي احنا ممكن ناخد الاوراق اللي بتاعت الحجج دي ونذهب بيها الى سياده القاضي ونروح مدينه له ونقول له يا سياده القاضي ده المتهم بريء يبقى هو كده كان في حاله دفاع عن النفس لا لا ما انتش فاهمان اخد ياخد الاكل وراح اقعد قعدنا ما انتش فاهمان حاجه أيوة. احنا ما حضرناش اوراق للدوار دي طب ايه اللي يثبت ودليلك ان المكان والارض والبيت ده الدوار بتاعكم الحجج القديمه اللي من سنه 1920 يا نهار اسود يعني تقريبا من بدايه الخليقه بدايه خليقه ايه لا موجوده في الدوار في الدوار عندهم هناك كبير ايه طيب هو قول لي حاجه انت اسم حضرتك ايه بالكامل وهدان ايه وهدان حلقولو زيرو طب اسم الجد جلط واللي بعده ملت ومن واسم اللي حلق لكم بص يا حاج راح فين انت لا ابدا اصلا بحب اعمل الحركه دي بعد الفطار عشان اهضم لازم ايه اهضم البتاع ده يعني هتاكل تاني بص يا حاج مجنون انت ولا مجنون 10 مليون ليه؟ ليه يا اخويا ليه؟ الدوار بتاعنا والارض كمان بتاعتنا. طب حاول تثبت. ها؟ اثبت. مش انت بتقول الدوار بتاعنا اثبت. اثبت ان الحاجات دي بتاعتك. اثبت كيف؟ ما الحجج عند الحدايدة. طب ولا يجيب لك الحجج ده هتستخسر فيه 10 مليون جنيه؟ ايه؟ ما ينفعش. انت عارف ارضك تساوي كام دلوقتي؟